لغايه دلوقتي. نشوف هعمل ايه مع الوليه المجنونه دي لما نقابلها بكره في البلدان. عدي بقى يا اخي، انت هتبدا شغل نفسك بالموضوع ده على طول. العبد في التفكير والرب في التدبير يا اخي. هو التدبير اللي جه في دماغي ده بالهام من ربنا برضه. هيكون بالهام من مين؟ من امي. تنام على ايه تاني يا عبد البديع؟ انتوا لسه هتروحوا على بلدان؟ هي بعيد قوي عن هنا؟ مش الفكره، بس انا تصورت ان الموضوع خلص خلاص. ما انا كمان كنت متصور كده، لكن نعمل ايه بقى؟ تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. طب هوصلكوا حالي. لا عليه بس تتعبي نفسك. تعبكوا راحه. عثمان خلينا ورا ضميرك لما نشوف هيودينا لغايه فين. اتفضل. اتفضلي. مرحبا ماما. ايه اللي جابك؟ انت مش اخترتي جوزك وحماتك؟ عايزه ايه مني تاني؟ يا ماما ما في بنت تستغني عن امها. لا معلش، سيبي الكلام ده لحد تاني. طيب وبابا؟ حكايه كده بقى. طلعي نفسك من الموضوع ده خالص. كيف يعني؟ يعني انت فاكره انه انا رح اكون مبسوطه اذا كل واحد فيكم بمكان؟ وايه الجديد فيها؟ من يوم ما اتولدت يا حبيبتي وكل واحد فينا في ناحيه. ايه بس على القليله في شيء بيربط بيناتكم، والا ما كانت استمرت العلاقه كل هالسنين. انا كنت مستحمله عشانك انت، ويمكن اللي ساعد على استمرار العلاقه دي السنين الطويله زي ما انت بتقولي انه كان بعيد عني. مين عارف لو كان قاعد جنبي اكيد الجوازه دي ما كانتش هتستمر ابدا. طيب وانا؟ وانت ايه؟ خايف على شكلك قدام عينك جوزك؟ هي دي الحكايه؟ يا ماما حاش تظلميني، انا بحبكم انتوا الاثنين. بعدين موقفي من جوزي بالمستشفى كان كتير طبيعي، لانه لو اخترت غير هيك كان خرب بيتي. طبعا ده كلام ابوك. لا هاد كلام العقل. العقل؟ انا ست مجنونه، عايزين ايه من ست مجنونه؟ ها عايزين ايه يا ماما؟ يا حبيبتي صدقيني لا انا ولا بابا بنقدر نستغني عنك. انا بقى ما طلبتش من حد منكم يفضل جنبي. هو اختار البعد وانت اخترتي حماتك وجوزك. خلاص يا ماما حاجتك عناد، بقى حاجتك عناد. صدقيني ما حدا بيقدر بهالدنيا يعيش لحاله، كلنا محتاجين لبعض. انا بقى مش محتاجه حد يا حبيبتي. وعايزه اقول لك حاجه بقى، ها انا اللي بيبعد عني برمي ورا ده وهو الخسران. اتفضلي اتفضلي روحي لجوزك يلا. واذا كان على ابوكي اطمني خالص، ابوكي شاطر جدا هيدبر حياته كويس قوي. انا ما كنت بعرف انه قلبك قاسي لهالدرجه. وديك عرفتي. اتفضلي اتفضلي روحي لجوزك وحماتك لحسن يزعلوا منك. واذا كان عليا هعرف اعيش حياتي كويس قوي من غير ما تكونوا فيها. ألف شكرا مدام ليلى. لا على إيه؟ وفر الشكر لما نرجع سوا على الشام. إيه بس أتمنى أتأخر شوية. مش مشكلة، أنا هروح على نبعي بقين، هغير جو لما تخلصوا ادوني تليفون. نبعي؟ ما تاخدش بالك. خلاص أما تخلصوا ادوني تليفون. نبيل استنى. إيه؟ أنت خلاص نويت تقول لها دلوقتي على موضوع الوصية؟ إيه يا بديع؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده تاني يا سيدي. مش هنتكلم وانا زفت، انا كنت عايز اشهدك بس. انت مش راجل مؤمن وبتعرف ربنا وبتخافه وهتشهد بالحق. دلوقتي مش وارد جدا ان الست دي ترجع لجوزها في شهور العده. يعني ايه؟ يعني ممكن الراجل التافه ده يرجع في كلامه ويرجعها تاني بعد ما تكون خدت الفلوس. بذمتك ودينك وايمانك يا راجل يا مؤمن، انت كده هيبقى ضميرك مستريح؟ ايوه هيبقى مستريح، لأنه وارد برضه إنها بعد ما تاخد فلوس الوصية تتجوز راجل تاني. المهم ساعة تنفيذ الوصية إنها مطلقة. ماشي يا ابونا. طيب ممكن من أجل الصداقة بقى، وحاجة ما فيهاش حاجة، حاجة ترضي ربنا، إن أنا أعمل محاولة صلح أخيرة بينها وبين جوزها. إحنا بنلم شمل عيلة، حاجة ترضي ربنا أهو.
ايه قلت ايه؟ يا ريت. انا اتمنى. خلي بالكم من التكاتك يا رجاله، فاهمين ولا مش فاهمين؟ ربنا يستر عليكم ويبعد عنكم رجال المرور، ومحدش يجري من غير لازمه. بعد 12 ساعه بالظبط الاقيكم هنا قدامي. يلا اتكلوا على الله. الله اصلا التواو مالا، انا معاكم. معلم غريب. اهلا معلم. العيال دي فوري عند وريد بالليل، عيال عايزه تاكل عيش. السلام عليكم يا معلمين. وعليكم السلام. ايه الاخبار؟ كله تمام. بص يا باشا، طلع وفرج. 100 100. ايه رايك بقى؟ وقفت على ايده بنفسي لحد ما خلصها. حلوين يا واد، الله ينور عليك، شكلهم مشرف. اقرا هلا وسمعني. يتشرف المرحوم علي الارندلي والمعلم غريب الجوكر بدعوتكم لحفل زفاف نجل الاول على شقيقة الثاني، وذلك بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة الموافق كذا كذا. العنوان حارة الكومندان الشرابية، والعاقبة عندكم في المصرات ممنوع استحاب الأطفال بتاتا. الله، طب وليه كده نكسر بخاطر العيال الصغارين؟ أمال مين اللي هيمسك الشمع ويمسك ديل الفستان العروسة في الزفة؟ وأنا مالي يا معلم، صاحب المطبعة قال لي ولاد الزواج يعملوا كده في أفراحهم. خلاص بقى معلم غريب، عديها طالما ده سيل ولاد الزواج. طب واسم المطرب اللي هيحيي الليلة ما كتبتوش ليه؟ أنت ما قلتليش الحكاية دي يا معلم. طب خلاص كده فل الفل، إيه رأيك يا معلم بقلة؟ ربنا يتمها لك على خير يا زميل. ربنا يخليك، خد ياض بقية اللفة دي شيلها عندك جوه، لما يجوا العيال بتوع ورديت بالليل تديها لهم يوزعوها المعازيم. حاضر يا معلم. بقول لك يا معلم، ايه؟ طالما الفرح زي فرح الزواج، ما نعمل زيهم بالمره. قصدك ايه؟ نبعت صوره الست نهار للجرايد في عروس اليوم، وكده تكمل الوجاهه. والله يا معلم غريب، فكره حلوه في الجول، وخصوصا ان مفيش حد في الحاره عملها قبل كده. كده صح، يبقى عملنا الواجب وفي نفس الوقت نقلنا الحاره معانا نقله كبيره. ياكش يتمر، بدل ما هم قاعدين ينقلنا في اي خير يجيلنا. ومن عند انا بقى زميل، الفراشه والحشيش وازاز البيره اللي هتوزع في الليله كلها من اخوك بقلة هدية. اصيله بقلة، ومردود لك في جوازتك الجايه ان شاء الله. الجنه تحت اقدام الامهات. انت عارف حضرتك ليه؟ عشان الام بتضحي عشان عيالها. اللي انا بطلبه من سعادتك ده هي ايه جنب اللي عملته شاديه في لا تسالني من انا، لما باعت ضناها عشان تصرف على بقيه عيالها، راحت اشتغلت خدامه ودقت الذل. ولا ست امينه رزق، ام السينما المصريه العظيمه في من اجل ابنائي، وليه فاتن حمامه في امبراطوريه ميم؟ من فضلك كفايه، انا بقى بكره السينما. السينما هي اللي ضيعت مني كل حاجه، ضيعت مني اجمل قصه حب كان ممكن اعيشها. بسببها بعدت عن نوح، بسببها اتجوزت عبد المولى. انا بكره السينما وبكره عبد المولى واليوم اللي شفته فيه. انا ما حسيتش اني عايشه غير بعد ما طلقني طلقه بائنه وطلع من حياتي للابد. بقينا انا مش فاهم، انت كنت مستحمله تعيشي مع الراجل الغبي ده ازاي؟ دليل انه غبي يا هانم، انه ما اثرش انها تبقى طلقه واحده عشان يبقى في امل. مش مهم، مسيره يندم ولا ما يندمش، انت اللي حظك حلو. اصل ربنا قبل ما بيقطع من هنا بيوصل هنا. مش فاهم. فهمها يا اشجان هانم. نوح بيل الارندلي الله يرحمه قبل ما يموت ساب وصيه ليكي ب 11 مليون جنيه، وشرطه الوحيد للوصيه دي عشان تستلمي ميراثك انك تكوني ارمله او مطلقه. نوح ساب لي انا فلوس، ساب لي كمان السي دي ده، وصاني قبل وفاته انك لازم تشوفيه. اتفضلي يا فندم. ايوه بس ايه اللي فكروا بيه بعد السنين دي كلها؟ الحقيقة يا عم نوح الله يرحمه عمره ما نسيك، أنا فضل العمر كله ندمان على التصرف السخيف اللي عمله معاكي. اسمحي لنا بس دي عشان تتأكدي من صحة الكلام اللي بقوله. لا لا الريموت اهو. يا ترى لسه فاكراني؟
عكس انا شوية. فاكراني ولا الزمن خلاكي تنسيني؟ انا عن نفسي ما نسكيش ابدا، وعمري ما حبيت انسانة في الدنيا بعدك. انا عشت البقية الباقية من عمري مخلص لقصة الحب النبيلة اللي كانت في يوم من الايام بينا. حتى الجواز يا اشكان ما فكرتش اتجوز، لاني لو كنت اتجوزت كانت مراتي هتبقى مظلومه ظلم باين، لانك انت ما بعدتيش عن عيني لحظه واحده. يا رب يا رب تكون السنين اللي فاتت داهيه عدت عليكي وانت في سلام وامان وسعاده، وكان حظك فيهم احسن من حظي انا. انا حاولت كتير اعتذر لك. النهارده انا بعتذر لك بالطريقه الوحيده اللي اقدر عليها، واظن الاستاذ نبيل كلمك عن حكايه ال 11 مليون جنيه. صدقيني يا اشكان لو كنت اقدر اعمل اكتر من اللي عملته كنت عملت، لكن انا اللي عملته ده اقصى ما يسمح به الشرع. يا ريتك تقبلي مني المبلغ ده، يا ريت، ولو اني عارف كويس قوي ان فلوس الدنيا كلها مش هتعوضك ابدا عن الموقف اياه اللي كان في يوم من الايام بينا. سامحيني يا اشكان، سامحيني وادعيلي بالرحمه في الاخره، ادعيلي بالرحمه في الاخره زي ما انا طول عمري وانا بدعيلك بالسعاده في الدنيا. انا حاسس ان احنا هنتقابل، هنتقابل، هنتقابل في دار الحق لو لنا نصيب ان احنا نتقابل. كان كريم قوي الله يرحمه. هو مات امتى؟ من 10 ايام تقريبا. وبالنسبه للفلوس ان شاء الله يعني اول ما تتقسم التركه هنبعت لحضرتك تنزلي مصر وتستلمي نصيب. علمنا عليك المواجع، بس هي الدنيا كده ما بتديش محتاج. طيب بعد اذنكم. اتفضلي يا هاني. ايه رايح فين عند البديع؟ انا اسف اذا كنت اتلحمت عليكي وحدتك، بس الحقيقه انا ما اقدرش ما اكونش جنبك في اللحظه دي. افندم لو عايزين نسيبك لوحدتك ما عنديش مانع، بس انا لو سبتك وقعدت جوه هبقى قلقان عليكي قوي. حضرتك مش شايف ان الكلام ده كبير قوي على اتنين ما يعرفوش بعض؟ جايز حضرتك ما تعرفينيش، بس انا عارفك كويس قوي. تعرفني؟ تعرف عني ايه؟ عارف ان الجوهره من طراز نادر ما يتكررش. ست من الصعب جدا انسان يقابله تاني لو راح من بالايديه. عارف ان حضرتك زهره بريه فوق جبل عالي محدش يقدر يطولها، لكن لو حد قرب منها وشم ريحتها لا يمكن ينسى ريحه عطرها اللي بيفوح على الكون كله. حضرتك مش شايف انك بتبالغ شويه في الوصف ده؟ انا عذرك يا هانم عشان ما تعرفنيش، بس انا اعرفك كويس قوي. انا شفتك لحم ودم من خلال كلام عمي الله يرحمه،
عشان كده انا اصريت ان انا اجي عشان اتعرف بانسان نادر في الزمن ده. ميرسي. اشكريني يا فندم لو انا ببالغ. عم نوح الله يرحمه مع كل اللي قاله عنك ما وفكيش واحد على مليون من حقك. عشان كده ترجم ده بالفلوس مش كده؟ هو حسبها كده، بس هو قال انك ما تتقليش بالمال، دي اكتر حاجه عنده حق فيها. اسمحي لي اطلب منك طلب اخير قبل ما اسيبك وادخل جوه. خير؟ اكيد عم نوح الله يرحمه لما بعت لك السي دي ما كانش يقصد ابدا انك تبقي في الحاله دي، عشان كده انا حاسس بيه ومتضايق قد ايه دلوقتي. هيسعده هانم لو حاسس انك سامحتي، وهيسعده اكتر لو شاف على وشك الجميل ده ابتسامه خفيفه. بس تعرف انك انسان مهذب جدا لدرجه اني حاسه بالذنب دلوقتي على كل اللي حصل لك اول مره جيتولي فيها. صدقيني لو قلت لك اني مش فاكر حاجه من اللي بتقوليها. معقوله؟ معلش يعني ما اصلك ما تعرفينيش. اسمحي لي اقدم لك نفسي، انا اسمي عبد البديع الارندلي. انا برضو مش فاهم ايه المطلوب مني بالظبط. الراجل اللي استورد شحنه المواتير الالماني ده من بره اساسا عليه ليا 2 مليون جنيه، والشحنه اللي جايه ومحجوزه في المينا على الجمارك محتاجين لها 700 الف جنيه رسوم. انا بقى معايا منهم 100 الف جنيه. يعني انت عايز مني 600 الف جنيه. 15 يوم بالظبط نخرج الشحنه دي من المينا ونوزعها على التجار في المحافظات، وال 600 الف بتوعك دول يا سيدي هيرجعوا لك ان شاء الله 800 الف، وقول 900 الف جنيه وفوقيهم 900 الف بوسه. ياه شوف كل الضمانات اللي انت عاوزها كلها عليا، خدها مفيش مشكله بالنسبه لي. ان شاء الله حتى نعمل اتفاق ده على ايد محامي عشان تضمن كل حقوقك، وفي الاخر الميه تكذب الغطاس. ايوه بس الموضوع محتاج تفكير، المبلغ اللي انت طالبه كبير قوي ومش كله تحت ايدي. الورق ده فيه كل تفاصيل الشحنه، اخطف رجلك لحد السويس شوف بنفسك، عين اسال اتاكد من كل ورقه موجوده فيه. بس خلي بالك ردك عليا لازم يكون موجود عندي في خلال 48 ساعه من دلوقتي بالكتير. استاذن انا بقى كده بغير ما تاخد واجبك. يا سيدي انا واجبي انك انت تقف جنبي لحد اخر المشوار، وصدقني مش هتخسر اي حاجه. اتحداك لو لقيت اي حد في العالم يرجع لك فلوسك دي بالسرعه دي وبالمكسب ده، بكره تعرف معزتك عندي لما تلاقي فلوسك كلها بفوائدها تحت ايدك وفي فتره قليله جدا. سلام. شرفت ونورت يا باشا، مع السلامه. الله يسلمك. ايه الحكايه؟ الحكايه كبيره قوي يا معلم. تعالى ركز معايا، خلينا نخلص مصلحتنا وننجز، ولا انت لسه نايم؟ يا عم انا معاك وسامعك، بس انا مش فاهم انت غرضك ايه من ده كله. انت ايه رايك في الموضوع اللي عرضوا علينا عليه؟ نديله فلوسنا نشغلها معاه ولا خلينا في سكتنا احسن؟ ما هو قال لك الموضوع ده على الاقل عاوز جزء ارانب، واحنا كل اللي حلتنا اول عن اخر 3/4 مليون. ايوه ودي مساله ابخات، جدهم الله يرحمه كان راجل مبخت، وبعدين ضمننا حظنا هيطلع زي حظه ولا تيجي على دماغنا، بالعكس هنصرف نظر عن الموضوع ده ونضيع على نفسنا فرصة المكسب معاه. بقول لك ايه يا عطوة، ما تمرجحنيش معاك، يا تديني رأي يا سيبني اخد قرار من دماغي. لا لو هتاخد قرار من دماغك انا ماليش دعوة وهتفرج من بعيد. احسن على الاقل ترحمني من الحيرة اللي انت حاططني فيها من الصبح دي. خلاص يبقى اتفقنا، واللي بقى هتتصرف ازاي وانا معاك. يبقى ان شاء الله اول ما تنزلي مصر تتصلي بيا عشان نخلص كل اجراءاتنا هناك. باذن الله. فرصة سعيدة جدا يا فندم والله، وهنستناك في مصر في أقرب وقت ممكن. إن شاء الله نتقابل على خير. خليكي حضرتك مستريحة. حبيت بقى بعد مشوار. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. يلا. انا اموت واعرف بقالك اكتر من نص ساعه بتتكلم مع الست دي في ايه. يا ابني الولايه كانت حالتها صعبه جدا، محتاجه حد يسمعها وتفضفض معاها. طبعا وانت سيد من سمع وخفف الالام. اهو ادي ليلى هي اللي ما تعرفنيش غير بقى لها يومين ومع ذلك عرفت انت. انت اللي صاحبي بقالك السنين دي كلها ومش عارفني. وانا كل ما حل لغز من الدازك تفاجئني بلغز انقح منه. عشان انت معاه الدنيا يا بلبل، خد الحياه ببساطه يا اخي عشان تعرف تستمتع بيها وتستفيد منها. ما قلتليش بقى المكان اللي انت كنت بتفتحيه ده اسمه ايه؟ بقين. يعني مش بق واحد.
نكتة بيخاوة على فكرة. أهلا أهلا، نورتي يا لوز. والله ليكي وحشة يا حبيبتي. والله أنت اللي ليكي وحشة، أنت خلعتي قلبنا كلنا عليكي. ما هي كانت شورتك ولا نسيتي؟ ما تفكرينيش يا خرابي، لو كان حصل لك حاجة كنت هفضل طول عمري شايلة ذنبك. يعني هو أنت كنت عارفة اللي هيحصل؟ كل شيء اسمه ونصيب يا عبيطة، ده أنا بنغشك. ازيك يا طن؟ ازيك يا حبيبتي؟ تعالي هنا، أنت خارجة؟ هقابل ماهي نعدي على الشركات نشوفهم عملوا ايه في الشغل اللي احنا مقدمين عليه. طب بقولك ايه، مش عايزاك تتأخري عن الغدا، عشان لو ابوك اتكلم في اي وقت مش عايزاه يقول انه سافر من هنا والبيت ساب من هنا. ما تقلقيش، بابا اكيد ملهي في شغله كالعادة. باي. شوفي يا اختي، البيت ما بتفوتش الهوى، ترد عليا كلمة بكلمتها، ما بعرفش اخد منها لحق ولا باطل. المهم قوليلي اخبار المدرسة ايه؟ انا مش فاهم بس ايه اللي جابنا هنا، ندوب نبقى في لوكاندا نجهز هدومنا علشان طياره بالليل. يعني نبقى في سوريا وما نجيبش هدايا؟ الناس اللي في مصر ياكلوا وشنا بقول. هدايا ايه بس يا عبد البديع، انت رايق قوي، سبحان مغير الاحوال يا اخي، اللي يشوفك وانت رايح بالودان ما يشوفكش انت جاي دلوقتي. شوفني بس كم محل كده ليك دلال عليه، اختار ده على راسك. اتفضل. مكسب مهول طبعا، بس انت مالي ايدك من الراجل ده؟ احنا اشتغلنا معاه قبل كده وعارفين. ايوه في حاجات طيار يعني 3000 5000، انما المره دي الحسبه محتاجه تفكير يا زعيم. ايوه بس برضه منا ثانيه واحده يا على فين وانت يهمك في ايه يعني؟ يا بنتي رد على قد السؤال، ابوك يسافر وسايب البيت امانه في رقبتي. ابوك سافر وسايب البيت امانه في رقبتكم كلكم ما عدا انا. انا رايحه عند ماهي عشان اشوف شغل. برضه انت يا بنتي مفيش فايده في عنادك ده. مستقبلي وانا حره فيه عن اذن. طب ما تاخريش ان شاء الله. دماغها ناشفه قوي. المهم هتطلع معايا لابوك وجوز خالتك ولا هتستنى هنا؟ نديم إيه؟ لا خلي بالي انا من المحل عشان مستني بضاعه. ماشي، بس لو اديتك رنه تقفل وتطلع لي على طول. قشطه ربنا يسهل. ربنا يهدي. برضه مش ناوي تريح قلبي وتقولي فيه ايه؟ ما انت اللي غاوي توجع قلبك، عامل لك ايه؟ ريحت ضميرك خلاص وعملت اللي عليك وسبت وعدتك انها هتيجي مصر عشان تستلم نصيبها؟ ما تبقاش فضول وطماع بقى. الله يسامحك، انا بس خايف عليك. انت فاكر ان انا لو قلت لك ايه اللي في دماغي هتطمن؟ برضه هتفضل خايف عليا. يا ابني ربنا خلق الناس كده، ناس تمشي في الدنيا بصدرها وما تخافش من الخطر، وناس تانية تخاف عليهم وتحاول تحميهم. انت بقى من الناس التانية دي فمش هتطمن، عشان كده خليك في نفسك، انت خلي بالك من نفسك بس. نفسي يا عبد البديع نفسي. الظاهر ان الحقيقة فعلا هي اللي انت قلتها، وانا عارف برضو اني خوفي عليك مش بايدي. طب يلا يلا يا اخويا شهل، بس زمان ليلى جاية تاخدنا المطار. يلا مالي ساكتة ليه يا ابني؟ دخلت الموضوع جد، فكك بقى. هو الراجل اللي مستنيك ده اوديه فين؟ انت فعلا كلمت باباك في موضوع الشغل ده؟ لا اله الا الله. يا جماعة انا ببدأ في مطعم الصبح، عندكم معاد بكرة الساعة 11:30 عندنا في مقرنا في الشركة في مدينة نصر. مش هينفع. ليه بقى؟ كان كلام عيال ولا ايه؟ طبعا كلام عيال. انت ايه كلام يتقالك تصدقه ولا انت عايز تحطني في امر واقع؟ لا كنتش اجيب لكم انتوا الاثنين جوز ارسان. باسل كلم باباك الغي معاه ميعاد بكره. بصوا بقى انتوا الاثنين، من ساعه ما قعدتوا كده وانتوا عاملين تقولوا كلام وانا اخده كهزار، بواخه غتاته، بس محدش هيصغرني قدام ابويا، وخصوصا في امور الشغل. الهزار اللي بينا حاجه والشغل حاجه ثانيه. خلاص بقى يا من. خلاص انت كمان باسل. انت عرضت عليا الموضوع ده قبل كده وانا رفضته من حيث المبدا. ما تجيش انت تتسرع وتقول لباباك وعايزني انا اشيل الذنب. ماشي تمام انا هحلها. عايزين حاجه؟ انت وقفت فجاه كده ليه؟ مش هتكمل قعدتك معانا؟ عندي مشوار لازم اروحه دلوقتي. انت قفشت بقى وتقمصت. لما تشوفيني عيل قدامك لابس شورت بتتكلمي معايا بالطريقه. سلام. ايه يا منى ده؟ بقى ده كلام يتقال؟ خلاص بقى يا ماهي، انت زودتيها معاها على الاخر. انت هتقعدي بقى تأنبيني؟ خلاص انت يعني عايزاني اقول لك صح وانت غلطانه؟ خلاص بقى يا ماهي. كتير من ليلى على تعبك معانا، مش عارف اقول لك ايه. اولا ما في داعي للشكر، ثانيا انا مدينه لكم بشكري برضو، مو انتوا خلصتوني من مضايقات جاري؟ ده اقل واجب. احنا مستنيينك في مصر، اول ما توصلي تكلمينا ضروري. ان شاء الله توصلوا بالسلامه. الله يسلمك. باي باي. باي باي. باي باي.
باي. شغل على ميه بيضاء، شويه دعاوي ما تعملوش لاي عريس في مصر. استعجلت يا غريب، كان لازم برضه نسال سي عبد البديع، جايز ما يوافقش. ما يوافقش ليه وهو ماله؟ دي شويه دعوات احنا لما مؤاخذه عاملينها لمحاسبنا وجيراننا وحبايبنا في الحاره. وعلى فكره انا عملت حسابه في دعاوي هو كمان عشان لو حب يعزم حد من حبايب. برضه انا خاف يزعل. تخافي من ايه واحنا هنططيله من اولها؟ الحكايه لازم تبقى راس براس ولا كده هنروح في الرجليه. جرى ايه يا غريب؟ مالك بتتكلم كده ليه يا اخويا زي ما نكون داخلين حرب؟ حرب ايه وانا راسم سنجه ولا ميه نار على الدعوه؟ انا عملت بالاصول ولا انت كنت عايزه يعني تتجوزي قدامي ولا على راسنا بطحه عشان نحسس عليها؟ خلاص بقى اللي تشوفه يا اخويا. حلو قوي بقى اللي تشوفه، ومنزل بقى اللي اخوك حبيبك يشوفه. فكرت في المشروع اللي قلت لك عليه؟ تاني يا غريب؟ تاني ايه؟ اوعى تقولي لي ان انت هتقفل اخوكي في السبوبه دي. بص يا غريب، انا هريحك، فكر في مشروع تاني بعيد عن جنينه الفيلا دي خالص، وانا هشوف لو لقيته يستاهل هقف معاك فيه، بس على شرط الموضوع ده يبقى بيني وبينك سر محدش يعرف بيه. سر ايه؟ لا مؤاخذه، هي وقفتك جنبي دي مش هتبقى من حر مالك ولا ايه؟ اسمع بقى يا غريب، لو كنت عايزني اساعدك يبقى لازم تسمع الكلام، يا كده يا ماليش دعوه بمشاريعك وكفايه عليك اللي عندك. طب وعلى ايه يا ستي؟ ربنا يهني سعيد بسعيده. قضي انت شهر العسل بتاعك ولما ترجعي هتلاقيني جاهز بكل الافكار. ايه يا حبيبتي؟ لا لا انا لسه واصل حالا، انا بس قلت اكلمك اطمنك عليا. الحمد لله على السلامه. ينفع اشوفك؟ ليه؟ خير؟ في حاجه؟ في موضوع مهم لازم نتكلم فيه سوا. لا ما ينفعش في التليفون. طيب انا هوصل بس الاستاذ نبيل لغايه بيته واعدي عليك. بوده انا هستناك. ها، مع السلامه. مع السلامه. ايه مالك؟ ابدا، مرهق شويه من المشوار، شايل هم اللي جاي. ما تشيلش هم، خليها على الله. أنا كنت فاكرك زعلان من اللي حصل في سوريا. ده قدر، حد يعاند القدر، اللي عند القدر ده يبقى كأنه بيخبط دماغه في الحيط، وأنا مش غايب يا نبيل. يعني أنت مش زعلان بجد؟ والله العظيم أنا زعلان، أنت هتزعلني بالعافية على الأقل عشان ترتاح. يلا. أنا عالي، ادخل. إيه الأخبار؟ وصلتوا الحل؟ مالك داخل علينا حمي كده ليه يا سعالي؟ ما انا سايبكم تفكروا من الصبح والموضوع مستعجل. ايوه يا ابني، ما هو برضه 600,000 جنيه مره واحده مش قليل. خلاص يبقى كده بغيرها بقى. جرايه عالي، كلامك ده عطا. مش في كل حاجه يا جوز خالتي، في حاجات زي ما اتاخدتش على الحامي كده بتطير، وانا بصراحه مش عايز فرصه زي دي تطير من ايدي. يعني انت يا ابني مال ايدك بالموضوع ده كويس؟ جرايه يا جوز خالتي، هو الموضوع هزار، ده بيزنس، وبيزنس ما بيجيش كل يوم كمان. ايه بتبص لي ليه؟ مش اتفقت انا وانت ان انا اسيب لك الشيله وانت اللي تقرر؟ بركه الله. عايز الفلوس دي امتى؟ امبارح لو تقدرها. خلاص بكره الصبح نروح على البنك ونسحب الفلوس ونتكل على بركه الله. على خيره الله، وانا جاهز لاي ضمانات تطلبها. ايه دول؟ انت لقيتيني؟ مش تاخد نفسك الاول؟ هو انت جايباني متصربع لغايه هنا عشان اخد نفسي؟ انت عارف ان جوازنا بعد بكره. وايه الجديد ده؟ الجديد ان في حاجه مهمه جدا انت ما نفذتهاش، مع ان انت اللي اقترحتها. يا سلام عليك، انت تملي تيجي على اخر لحظه يا عبد البديع باشا. من العشاء يا الفونس، دوله هانم خطيبتي. اهلا يا هانم، الف مبروك مقدمه. شكرا. ميرسي. اتفضل. الله يبارك فيك. ورينا حاجاتك الحلوه بقى. حاجات الحلوه موجوده دايما، مع انك فاجئتني يا عبد البديع باشا. ايه رايك بقى ان انا جاي من المطار عليك على طول؟ الفرحه ما تاخرش يا الفونس. ان شاء الله دايما. لحظه واحده اجيب لك تشكيله. يعني ايه بقى ان شاء الله دايما؟ يعني ايه ان شاء الله دايما؟ ما انا دايما بجي له هنا عشان منى بنتي، يعني سواء في نجاحتها او اعياد ميلادها. يعني مش المدام؟ يعني هو انا لو بجيب حاجه للمدام هنا كنت جبتك هنا برضه. يا دولة. ايه احدث تشكيله لسه جايه من ايطاليا وبلجيكا، نقي منهم يا هانم اللي يعجبك. يجنن. ايه رايك بوده؟ يجنن يا حبيبتي، وفي رأي بعد رأيك. خد راحتك، نقي اللي انت عايزاه، وخد وقتك على الآخر، مش هيقفل، ده المحل محلنا. طبعا احنا في الخدمة دايما. يلا بقى يا حبيبتي، تصبح على خير. انت مش هتقعد معايا شوية؟ لا اقعد ايه، ده انا يا دوب هروح استريح، الوقت كمان اتأخر عليا. شكرا. ميرسي بودة. على ايه يا روح؟ انت
انتي متصوره ان انا ممكن اسيبك تنامي وانت زعلانه ولا ناقصك حاجه؟ شكرا ميرسي. يلا تصبح على خير بوتا. ايوه هنشوفك امتى؟ اكيد هنتقابل قبل الفرح، ما تقلقيش انا حجزت ومقدر كل حاجه، اعمل لك فرح ما حصلش. ربنا يتمم على خير. الو نمتي؟ مين؟ انا عبد البديع الارندلي. اه وصلت بالسلامه؟ وقلت اطمنك عليا لا تكوني قلقانه عليا ولا حاجه. الحمد لله على السلام. شكلك كده قلقتك ولا ايه؟ لا ابدا. طيب مش عايزه حاجه من مصر؟ ميرسي متشكره قوي. طب تسمحي لي بسال عليكي من وقت للتاني؟ زي ما تحب. والله انا احب ما بقاش ضيف تقيل على حد. لا ابدا. طيب تصبح على خير. وانت من اهله. يخرب بيت دمعتك. معلش الصبر طيب. انا ناسمين ناسمين. يا نهار اسود انا كنت هنسى. معقول كل الحاجات دي ليا انا؟ كل ايه بس يا نهار؟ انا الشغل كان واخد كل وقتي، كنت جبت لك قد الحاجات دي 20 مره. ربنا يخليك ليا ويطول لي في عمرك قادر يا كريم. مش ناقصك اي حاجه؟ مش ناقصني غير رضاك عليا. قولي لي غريب عامل معاك ايه؟ او يكون ضايق؟ لا هو ما ضايقنيش، بس صراحه ربنا كده انا خايفه ان اللي عمله يعني يكون هيضايقك انت. وعمل ايه؟ وده هيضايقني في ايه؟ يعني عشان المدام والعيال. وده هيوصل لهم؟ لا والله ده برقبتي بقى، بعد كل اللي انت عملته معايا ومع غريب اخويا اتسبب لك انا في اي ضيق؟ انا كمان عايزك تفرحي يا نهار، ده حقك. انا بس لولا الاولاد. من غير ما تقول يا اخويا، ده انا اللي يمسك بحاجه اكله بسناني. الحمد لله الباب زي ما هو، ربنا ما يقطع لنا عاده. منى علي ابوك رجع بالسلامة. عبدو الحمد لله على السلامة. الحمد لله انا بخير طول ما انت بخير. ازيك عادي؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله 100 100. ونديم عامل ايه؟ ماشي على حسب الخطة الموضوع ان شاء الله. خطة خطة ايه؟ يلا تفا ده شغل، خليكي في حالك، انت لازم تحشر نفسك في كل حاجة. منى تعالي شوف انا جايب لك ايه؟ تعالي. ايه يا معلم انت لسه مخنوق ولا ايه؟ ما تفكها بقى. يعني زعل يهمك قوي؟ خلاص بقى انت هتتقل ولا ايه عشان انا جايه صالحه؟ ليه وانت شايفه اللي حصل ده قليل يا بنتي؟ انا عمري ما حد صغرني اصلا. ماشي يا عم كبير، خليها علينا المره دي برضو. اعمل لك ايه يعني عشان ترضى؟ اركع لك على ركبي واتوسل اليك عشان تسامحني؟ يا بنتي انت مش هتبطلي كلامك ده. شفت عشان تعذرني اما اقول لك ان كلامك قديم قديم يعني. المهم طمنيني عملت ايه في موضوع الشغل؟ لسه بدور انا وماي. هقول لك ايه غاويه شقه يا عم، انا كده مرتاح. هو انت حره براحتك. ايوه كده نبقى حبايب وما نشيلش من بعض. ايه بجد؟ ما تعيش قوي كده، ده تعبير مجازي، لحسن تحلم وتنزل على ما فيش. يا بنتي انت عمرك ما تعرفي تقولي كلمتين حلوين على بعض، لازم تنكدي على امي بعد كده. اه يا معلم سلام بقى. دي الحاجات اللي اتفقنا عليها. متأكد ان فعلها ما يقلش عن 10 ساعات. عيب يا جوز خالتي، بكره تدعيلي. المطربين عملت فيهم ايه؟ لا دي مفاجأة بقى، حاجة تفتح نفسك انك حاجة تفتح نفسك انك تتجوز كل يوم. انت حمار كلا. اسف. وانت يا انا خلصت العم ونبيل موضوع البورصة. المهم لازم تبقى في القاعة قبل مني بكرة. انت معاك العنوان. ما تقلقش يا عبد، كله هيبقى على ما يرام ان شاء الله. بس انت شد حيلك مع لطيفة. ربنا يستر. سفر تاني؟ ده انت لسه ما ارتحتش من المشوار اللي انت جاي منه. يعني هقول لاكل العيش لا لطيفة، ده رزق. بس انت ما كنتش بتسافر كتير كده زمان. زمان حاجة ودلوقتي حاجة تانية. زمان الباشا كان شايلني، دلوقتي لازم اشتغل كتير عشان اعوض اللي فات. امال ايه حكاية التركة الكبيرة اللي فاتها لك المرحوم؟ ده انا قلت ان احنا بعدها نستريح. ما انا ما اعرفش يقول عدس. الله يرحمه بقى ساب لي تركه ملعبكه ما يعلم بها الا ربنا.
عايزة شوية وقت أنا ما أخلص إجراءاتها. لحد ده ما يحصل لازم أشتغل كتير ولا هنموت من الجوع. الشر برا وبعيد، ما تقولش كده. محكمة! إيه؟ مش هترد على التليفون؟ آه هرد طبعا. ألو؟ ألو، وحشتني. آه كويس قوي. إيه في إيه؟ في حد جنبك ولا إيه؟ آه طبعا. طيب إحنا مش هنتقابل ولا إيه؟ ولا مش عايز تاخد الأتعاب؟ في حد بيشتغل ببلاش برضو؟ ده أهم حاجة الأتعاب. قريب قوي إن شاء الله يا مسهل. لا بجد، ما تقدرش تاخد التليفون بعيد شوية عشان عايز أتكلم معاك؟ لا والله يا ريتني كنت أقدر، غصب عني. أنا زعلانة منك. معلش تتعود إن شاء الله. إلا بالحق، أنت كان تليفونك ليه مقفول طول الفترة اللي فاتت؟ أنا كنت مسافر، أنا لسه جاي من شوية. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حاج. ده انت شكلك مزنوق على الآخر. أو يا ريت نقدر بعد عشان ربنا يسهل، وإلا كده مش هيسهل. طيب يا حبيبي، هستنى تليفونك بقى لما تبقى مش مزنوق وتقدر تكلمني. أوكي؟ طيب مع السلامة، مع السلامة. يا حبة عيني، حتى في انصاص الليالي مش عايزين يرحموك من الشغل. يا سبحان الله، شوف احنا كنا لسه بنقول ايه. شوف احسن حاجه بقى اقفل التليفون عشان ما يزعجناش. احسن حاجه عملتها يا بديع. بس نقوم حاجة تترك وتشوفي. تعالوا ناس كتير؟ لا لا مش كتير. حاجة معنى حد أعرفه؟ طبعا، يعني مثلا على حياة الرئيس. رئيس مين؟ رئيس الرئيس؟ وبالك اتخديت قوي كده ليه؟ وعزمت كمان رئيس الوزراء ووزير الداخلية والخارجية ووزير الشباب والرياضة وكبير اليوران. عزمت كبير اليوران؟ ما هو مش غريب. لو انت ما تعرفش طنط زوزو. زوزو مين؟ طنط زوزو اخت طنط جولنار باشا اغلي الفرع التركي بتاعنا في اسطنبول. معلش معلش ما تقلقش، انت لما هتشوفهم هتعرفهم على طول. يا ربي انا كمان الاسماء بقت بتوه مني خالص، لكن الاشكال ما بتتغيرش. ده مندوب الرئيس ده اللي جه ولا ايه؟ ليه هو عزا؟ ما عايزين فين يا دول؟ جايز الدعوات ما وصلتش، انت عارف الجوابات بتتأخر في البوست. احسن ايه؟ يعني مش عايزين حد يحسدنا او يبصلنا بفرحتنا. اما انا يا حبيبتي محضر لك حتة مطرب. صحيح. نديم.